بناء على رغبة المشاهدين. إطلاق سراح طيور، ده طائر البلبل. سعر طائر البلبل 50 جنيه. هطلع لكم صراحة. يلا استودعك الله. الله ده طلع وقف على المسيرة برضه. هو واقف بس فوق. واقف على الشارع بتاع الحديد. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. المصير ده ماسك 4 بلابي. ادعوا لنا ولكم بالبركه. ويا ماما يا منسوب بسم الله ما شاء الله. الشبكة الهوائية ماسكة حمامية.
طبعا دي حمامة غربية كانت جاية على الحمام اللي عندنا كله لحم فرنسي، انما ديت مش لحم، ديت رجلها فيها ريش او فيها زفرة. نطلع نشوف، كانت نازلة على الحمام فدخلت في الشبكة الهوائية. رجلها بصوا بسم الله ما شاء الله، ادعوا لنا ولكم بالبركة. دول برضو حمام غريب داخل على الحمام برضو. بصوا دي واحدة وادي واحدة وادي واحدة، تقريبا كشك انجليزي بلدي. Thank you.
الفتلة كانت في رجل الطائر، الطائر بات على الحمام، لفت الفتلة على رقبة الطائر الزغلول وعلى جناحه، خنقته موتته. طبعا لقيته واقع هنا، طبعا هو شاله في رجليه وهو طاير من العش من هنا. خلوا في رجلين، اي حد يلاقي فتلة كده في رجلين الطائر ما يسيبهاش يا جماعة، يفكها على طول يعني ما يسهاش عليك.